الكاتب والمفكر المناضل أحمد إبراهيم. في البداية أبدأ بالترحم على كل شهداء الأمة العربية عامة وشهداء وطني الغالي الذي انتهكت حرماته واغتصب على مرأى ومسمع الجميع خاصة. وأتمنى وأدعو الله بالإفراج عن كل أسرانا العميلة التي أفرزها الاستعمار طوال عصوره، وخصوصا بعد مرحلة ما يسمى بالاستقلال التي أعقب الحرب العالمية الثانية، وكلنا عانينا من غياب الديمقراطية وغياب الحرية، رغم من ما ادعي بأنه استقلال وطني ورحيل الاستعمار التقليدي، ولكننا كنا في أزمة لازلنا نعاني منها حتى يومنا هذا. ولو تفحصنا ما نحن فيه لنجد بكل وضوح إن سبب مآسينا وتخلفنا وتناحرنا وفرقتنا هي أنظمتنا العربية التي معظمها ومجملها أفرز هذا الاستعمار وخلق معها الدكتاتورية وغياب الحرية وغياب الديمقراطية. إذن تركيز القوى الأعداء خصوصا بعد زرع الكيان الصهيوني على أرضنا العربية في فلسطين، أن تبقى هذه الشعوب تئن من القهر والاستعبار الذي يغيب كل إبداع وكل تقدم وكل تحضر. أنا طبعاً تعددت بالاغتيال من قبل الحكومة السودانية ومن قبل المعارضة السودانية اللي هي الآن متحالفة مع النظام في السودان، بأجل إني أصرت قضية دارفور والنيل الأزرق وكردفان. الشعب السوداني بيتقتل بالكيماوي، الشعب السوداني بيتقتل بالكيماوي في دارفور، براميل طيارات الأنتينوف تحمل براميل الكيماوي تضرب بها في دارفور. وجايين يقولوا لي إنه ما في كيماوي، الكيماوي موجود في السودان وليس في سوريا. الأخوان المسلمين عندهم مخطط لتقسيم السودان إلى كذا دويلات، مش دويلة، كذا دويلات، قسموا جنوب السودان، قسموا والأمحي، قسموا في دارفور والنيل الأزرق والدمازين، كذا ولاية الآن تتقسم، ونحن الشعب السوداني قاعد والشعب العربي يتفرج. أخطر أخطر هدد يهدد الأمن المصري وكل الدول العربية هذا العميل الذي يسمى برئيس عمر البشير، لأنه عميل وأصلا هو يتبع للماسونية العالمية وهو عضو تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الدولي، والذي بعد برسالة واحتمال تكون وصلت للأجهزة الإعلامية أخي الدكتور محمد مرسي، ونحن عم نفتح لك معسكرات الجهاد والحاجات دي، إنه هو المحقق هو السبب في اعتصامات ربع العدوية، لأنه في وثيقة خرجت من السفارة السودانية ونشرتها أنا في النت بتؤكد دعم السفارة السودانية لاعتصام ربع العدوية بمبالغ الشعب السوداني، مبالغ البترول في الشعب السوداني، سرقوا الشعب السوداني، قتلونا الآن ملايين اللاجئين موجودين من السودانيين في مصر. أنا قريب ويعتبر هو اللي رباني هو اللي هذبني على يديه يعني تفتح ذهني سياسيا، وعلى يديه يعني دخلت للشغل وخبرت معاناة السياسة والاقتصاد والوطن. الكاتب أحمد إبراهيم معروف أنه هو يعني ليس عسكريا وإنما إنسان مثقف سياسي، خريج جامعة بنغازي، تبوع عدة مناصب منها كان أكاديمي في جامعة التحدي بسرت، و يعني تبوى مناصب منها وزير إعلام، وزير ثقافة، نائب لرئيس البرلمان اللي هو أمين مساعد لمؤتمر الشعب العام، وأمين شؤون مؤتمرات شعبية، وأمين مساعد لشؤون مؤتمرات الشعبية، وكان مشرف في مؤتمر الشعب العام على ملف حقوق الإنسان في العالم وليس في ليبيا بس.
وكان يعني أشرف على العديد من الندوات الفكرية والثقافية وحقوق الإنسان في ليبيا برعاية مؤتمر الشعب العام 20 يناير. مطالب شعب، مطالب لم تتطور إلى إسقاط النظام. دخلت أجندة غربية، غربية وعربية من ضمنها قطر، غربية يعني الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسرائيل، وقطر يعني عربية دشنتها وعملتها ربيع عربي. إنما هي كانت مطالب شعب حقيقية. 25 يناير هم اللي وصلوا لسدة الحكم، والآن أسقطتهم ثورة 30 يناير حقيقيا. الطرف الثالث هم اللي خرجوا بين الناس ويقولوا يسقط النظام يسقط النظام يسقط النظام. لم يتجرأ أحد أنه يقول يسقط النظام إلا لما أمريكا أعطت الإذن لإسقاط النظام في مصر، مش بحجة الديمقراطية وحقوق الإنسان، لا، بحجة تطبيق أجندة غربية جديدة، سايكس بيكو جديد اللي هو حصل الآن، اللي أنتم اكتشفتوه في 30 يناير لما قامت ثورة الشعب الحقيقية. لما نقوله 30 يناير ما نقولش 30 يناير النخبة المثقفين أو المتعلمين، لا، 30 يناير الشعب كله، كل الأطياف، لا أحزاب ولا سياسيين ولا حفاة، عراة، جيعانين، عمال، بنيين، مثقفين، فنانين، كلهم شاركوا في دورة 30 يناير. 25 يناير لما تشي تشوف 25 يناير في الأول مطالب، مين اللي بقى في الميدان؟ مين اللي أصبح يصادر بكلمة الشعب؟ أين المناظرين الأولين اللي خرجوا يطالبوا بالإصلاحات؟ 30 يونيو أنا خرجت للاتحادية وشفت الناس اللي موجودين بالاتحادية، كل الأطياف، أرستقراطيين، كادحين، فقراء، فنانين، يعني جميع الأطياف لم يتوحدوا تحت حزب، لا، تحت الشعب العربي المصري والجيش العظيم في مصر، تحت الكرامة. توحدوا تحت الكرامة. جمال عبد الناصر، في 30 يونيو لو عملوا استبداء حقيقي وصناديق، أنا لا أؤمن بصناديق الاقتراع، أؤمن باستبداء شعبي اللي هو الحقيقي. لو عملوا صناديق الاقتراع في 30 يونيو كان نصيب الأسد للشعب النظيف المناضل المجاهد، الشعب الثورجي الحقيقي. احنا كنا في أنا وشيخ في العصار وسيد الفايز محمد القذافي، كنا عايشين وما فيش حد اللي ما ياخذ في مرتب، اقل واحد كان ياخذ في 500 دينار، اللي مشتغلش ياخذ 500 دينار، يعني بيعادل 3000 مصري. حاليا اصبحنا متشردين، لا مرتبات ولا سكن. القبيله بتاعي هنا طبعا ثورها كلهم مدوي البشره السمراء، حاليا ما فيهمش حال يسكن في ثورها، تم طردهم من ثورها وتدمير منازلهم على الارض. ليه؟ من قبل عصابات. لأن نحن ذوي البشرة السمراء وأرضنا خصبة، ثبت أن فيها بترول وفيها غاز على منجب على مم على بركة من الغاز ومم اثنين مناجم دهب، فمصراتة طمح استعمارية. وأيضا كنا يعني موالين لسيد القائد، لأن القائد كان الليبيين كنا مرتاحين لين دخلت الاستعمار ودخلت الشبكات الصهيونية والعصابات اللي كانوا دارسين في من تنظيم القاعدة، في اللي هم ما يسموا الإخوان المسلمين المتأسلمين، ليس بالإخوان المسلمين، لهم كلاب الجزيرة طبعا، في دعم من كلاب الجزيرة اللي هم خنازير الجزيرة في الجزيرة العربية، كلهم لا يهمهم إلا تدمير الأمة العربية لأنهم حداء للماسونية اليهودية. هل يرضيك سكن هذا السكن؟ هذا سكن تورغاء في ظل ثورة 17 قهير. كنا في عصر سيد القائد في هذه الفيلا، هذه فيلاتنا أيام سيد القائد، كل العائلة تسكن في هالمباني الجميلة. هنا من شهر 11 في 2011 الأهالي تتظاهر أمام المؤتمر إلا وطني، ولحد الآن لم يتم ترجيحهم إلى مساكنهم، وقاعدين يسكنوا في المخيمات اللي شفتين أنت. والطلبة حاليا نشوف فيهم وين يقروا، الطلبة طلبة يقروا على الأرض، شفت تفضل هذا الطلبة يقروا على الأرض، ما فيش لا 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 وين يقروا الطلبة خالص. هذا ما تم إعدامهم في السجون مصراتة، هذا ما تم إعدامهم وين؟ في سجون مصراتة.
هنا فاتحين بطنة واخدين كل ما في معك. هذا منو؟ الأخوان المتأسلمين اللي حالين حالين قاعدين على الكرسي ليبيا، حكام ليبيا الفعليين حالين هم الأخوان المسلمين. لا يوجد من يحكم ليبيا إلا الأخوان المسلمين. وأنا نبي نقول على إخوتنا الصحفيين والقنوات الإعلامية، يفترض لازم نخرج هل اللي صاير واللي حادث في الأمة العربية، مش في ليبيا فقط، في الأمة العربية، الأمة العربية كلها. سوريا تشوف في واضحة، نتكلم على غاز السريان توا، احنا غاز السريان ضربين لنا فيه من شهر، من يوم 12/8 في 2011، ولا حد الآن لا حياة المنتنادي، لا صحافة ولا. فنطلب من الصحفيين يتكلموا ويرفعوا القضية ويوروا الناس ويوعوا البشر، يوعوا الناس أن في 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 عدوان ممنهج على الأمة العربية، على الأمة الإسلامية. يبقوا عاوزين يخفوا وجه الإسلامي في الأمة العربية، يعني يبقوا الإسلام بتاع برنار ليفي وبتاع هنري كيسنجر، هذا الإسلام اللي عايزينه. وهذا وانت تشوف في الأمة العربية ماذا حدث. إبراهيم كان له 7 سنين كان في الدولة، أحمد إبراهيم يشتغل وله 7 سنين يعني مستقال، والآن يعني يعذب في سجون الميليشيات، الآن يحكم على حكم ظلم من حكم الميليشيات من أولاد عيسى في طمينة اللي هو سجن طمينة في مصراتة، ويعذب ويمنع من الزيارة، والآن في سجن انفرادي يعني في حالة يعني ارتلها الصراحة أحمد إبراهيم. يعني حاجة غريبة، يعني احنا الميليشيات تحكم طبعا دولة قانون، ما فيش في دولة ميليشيات، في احتلال في داخل ليبيا، الآن الميليشيات تحكم في الأسرى، في سجون سرية موجودة في مصراتة، يعني بكثر السجون السرية اللي احنا ما نعرفهاش، يعني الناس اللي تطبخ في الحلل وتطبخ في، والآن حاكمين على أحمد إبراهيم بالأعدام، يعني رمي بالرصاص. أحمد إبراهيم كان رجل مدني، نحن نعرف يعني في قانون دولتنا أن الرجل المدني لا يرمي بالرصاص. أحمد إبراهيم الحكم اللي عليه حكم ظالم، حكم ميليشيات، حكم أطفال موجودين يعني يحكموا في الدولة، حكم احتلال قطري، احتلال برناند ليفي وساركوزي. ونحن الناشد جميع المنظمات والناشد جميع دول العالم بفك أسرانا من السجون الظلم وسجون الميليشيات. نحن نعاني يعني من مشكلة، أنا عندي ابن عمي كان موجود هنا في مصر، سلمتها مصر ب2 مليار يعني لدولة الأخوان، اللي هي دولة الأخوان كانت محمد مرسي يعني سلمها ب2 مليار للصلابي ولجماعة الأخوان اللي موجودين داخل ليبيا. يعني هذه حالة كارثة، يعني احنا نعاني منها واحنا لاجئين داخل مصر، وسجوننا داخل تعاني يعني من التعذيب ومن الميليشيات، وتعاني من الضرب ومن الحرق ومن يعني جميع أنواع التعذيب. ولي الناس جميع المنظمات الحقوقية الإنسانية أنهم يدخلوا على أحمد إبراهيم ويشوفوه، ويدخلوا على السجناء كلهم مش غير أحمد إبراهيم، يعني كل السجناء اللي كانت في نظام معمر القذافي. إحنا 42 سنة معمر القذافي كان معانا، ما شفنا الظلم هذا ولا شفنا. هم يقولوا 1200 معمر القذافي قتل 1200، في وين 1200؟ ما طقوش حتى 100، ممكن هو تمرد في السجن داخل السجن، لا لا علاقة بمعمر القذافي ولا لا بالنظام السابق أصلا، لا علاقة فيه الكلام اللي يقولوا فيه تاع أبو سليم هذا. لكن احنا الناس جميع المنظمات الان هم قاتلين الالاف، الملايين مهجره والملايين مقتوله والملايين مشرده والملايين في السجون. يشوف السجون، انا نطالب جميع المنظمات اللي يشوفوا احمد ابراهيم بس.